من عمرك. هلا والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب مستغربين طالع كذا بدون مقدمات؟ ايوه، انا الان متواجد عند مطعم جوزيل سراي. طبعا المطعم هذا كان اسمها في السابق بوليفارد، اكثركم يعني نفس المبنى اللي فيها مطعم الجداف. جينا نصور لكم تجربة جديدة، خلوكم. اسمك؟ محمد نجيب، المدير المالي لمجموعة الجداف. يا هلا والله. طيب احنا الان في وسط المطبخ، تعرفوا احب ادخل في خلف الكواليس. شو اسمه الشيف باهر حيعطينا الان المنيو، وش الاشياء اللي تميز مطعم جوزيل سراي. تمام، المنيو انترناشونال، بيتكون من عدة اصناف. عندنا اصناف مختلفة من الشرب الشرقية والغربية والتركية. نفس الموضوع من المقبلات الشرقية والغربية والتركية، حتى كل منيو نفس القصة. عندنا المقبلات السخنة، السندوتشات، وجبات خاصة بالأطفال، أطباق رئيسية، شغل المدفون ملح هو مميز بيه التركي مع شغل انترناشونال، شغل شرقي. عندنا طبعا البيتزات والفطائر، المكرونات والرز، شغل الطواجن الشرقية والتركية، مشويات على الفحم، والحلويات الشرقية والغربية والتركية. الخبز ده بيخش على مرحلة التحميص بعد كده. طيب كده تكون الشكل النهائي لبرجر دجاج. مظبوط. ايش اسمه هذا الصنف؟ بنا عربيتا. بنا عربيتا عبارة عن ايش؟ كورونا بنا وصوص طماطم وزيتون. الان بيتم تحضير سلطة سيزر. هذا الان طريقة تحضير السلطة. هذه ايش؟ سلطة سيزر. طبعا البيتزا اللي شفناها قبل شوي بالفرن، هذه الشكل النهائي. بيتزا خضار هذا؟ خضار بالدجاج. خضار بالدجاج، وهنا سلطة سيزر. وبالعافية عليهم. طيب الشيف، هذا الدحين بالفرن ايش هذا؟ هذا دجاج مدفون بالملح. شاورما صوص اسمه. اها. هذا شيء جديد والله. طيب شاورما خبز محمص مع صوص. ورز ابيض. شاورما رز كيف؟ طبقة. اها، يعني بدل ما اكل الشاورما بالخبز اكله بالرز. تحط عليه. تمام ابراهيم. تمام. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. اوه ايش ذا الحركات؟ اقدر امسكه؟ هذا نار حقيقي ولا صناعي؟ نار. امسك. طبعا في طريقه حلوه عندهم لحفظ الاطعمه على الحراره. زي ما شايفين هذا جهاز يحافظ على حراره الاكل. فهنا ما شاء الله تبارك الله هذه الاكلات بتقدم للعميل، لكن زي ما شايفين يكون محافظ على الحراره الى ما تروح لطاوله العميل. هذا طبعا سلطه كبوله. الآن بنوريكم كيف تتخبز الخبز عندهم، لأن عندهم مخبز خاص فيهم. خبز تركي. ها يلا نضيف عليه البيض. والله حركات، هذا مو خبز عادي. ها لا. خبز مدلل ده. أيوه. يلا حط عليه سمسم. خبز متعوب عليه. وكذا تدخل الفرن. وكذا تكون الخبز التركي جاهزة ما شاء الله. هنا
عندنا مكرونة فوتوتشيني. هاي بيتزا مارغريتا. تعرفون يا حب الحين بتذوق الخبز كذا يا أخي شهان. لا نكهة خاصة من ناحية نظافة المطبخ الخاص فيهم ومن ناحية التجهيزات والمعدات. فهنا نفس الإدارة نفس الشيء، هو تابع لمطعم الجذاب، فما شاء الله تبارك الله مكان جميل ومرتب، وحد الآن ما شمل إلا ريحة النظافة يعني بكل أمانة. وبعد شوي إن شاء الله نجرب الأكلات، نختار بعض الأصناف نجرب ونعطيكم التقييم بإذن الله. أصدقاء أبو نهال أنا بفشق شيء، لا تكلم أحد. طيب الآن جينا في قسم المشاوي، له قسم خاص يتقدم في التريلر. اي هذا قد شفتوه عشان تكون في هنا جمر تحت صح؟ تمام. عشان تجيك طازة. جوزيل سر حركات. كباب لحم. خلاص انا ماني قادر انتظر يا شيف، انا جوعان. كباب لحم. ايوه. كباب باذنجان. هذه اول مرة اشوفها. المكس جريل. مكس جريل. اصال وشيش. ايوه. وكباب دجاج. وهنا اصال لحم. هنا الريش. الريش صراحة عجبتني فكرة المشاوي كده على الهواء الطلق. يعطيك العافية يا شيخ. يا أهلا وسهلا. شكرا. طيب الآن أنا جيت دخلت اللي هو قسم العصائر عندهم، بس في شيء لفت انتباهي. أقسم بالله أحسه بحقيقي. وحتى هنا شوف والله كله 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 بلاستيك، أحسه بحقيقي والله، حتى الملمس كأنه حقيقي قسم بالله. يقول لك ايه بس تبغى للتصوير ولا لا؟ اقول له لازم اجرب انا. طيب الان انا قلت له سوي لي عصير خاص فيكم، بجرب واقول لكم ايش اسم العصير اللي هو جابه لي اذا كان لذيذ. سلة الفواكه بس ما ادري كم سعرها، اعتقد نحط في بوفيه مفتوح هذا. وهنا برضو بلاستيك، والله ضحكوا علي قسم بالله اني صدقتهم. من زمان شايف في عندهم برضو عصائر نكهات. ليمون نعناع. يلا طيب عصير ليمون انا قد جرب لكن بجرب. طيب انا قلت له اعطينا عصير خاص فيك انت تتميز عن غيرك، فما ادري هو ما فهم عليه ولا ايش، لكن قال لي هذا الشيء المطلوب عندنا اكثر شيء، فالان بنجرب. والله رهيب. هلو جود جوب. المهم سعره 15 ريال احسن من ابريق الشاي اللي شربنا ذاك اليوم ب 80 ريال. حياكم الله متابعين ابو نهال. طبعا الحلو معانا. هلا والله. مين الحلو الثاني؟ سعود. طبعا اليوم انا باخذ شغل ابو نهال. انا دائما اقول لاصدقاء ابو نهال ما في شيء اسمه فلان بن فلان، في شيء اسمه انت ايش تقدم، والناس تتابعك على الشيء. وبعدين في شيء انا بنبهك، ترى كل ناس صار لها مشهور، يعني في ناس يقول لك هذا مشهور، انا اعرف هذا مشهور، ممكن في شخص ثاني اشهر منك بس ما يعرفه وتعجب فيه. ايوه زي كذا. طبعا اللي ما يسمع من ابو نهال والكلمات اللي يقولها والله ما يفهم صراحه، لانه فعلا كل واحد عنده يعني معجبين خاصين فيه. انت طريقة محتواك وايش اللي قاعد تصور، ايش كيف طريقة اخراجك، هي اللي بعد الله راح تساهم ان شاء الله في شهرتك ووصول حسابك للصورة اللي انت تتمناها. السلام عليكم. ونعم فيك والله. من 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 يومك كريم، من يومك صاحب ضيافة. طبعا زي ما انت شايفين هنا دلة القهوة وهنا التمر. طيب طلبنا بانكيك. يا هلا والله. طيب وصل الاكل، هنا المشاوي المشكله وهنا
معكرونه الفوتوتشيني. وهنا البيتزا، انا طالب بالبيبروني بس. وهنا الحمص ومدري ويش ومدري ويش. الان طاجن. وهنا الخبز التركي، شوربه بالخضار. طبعا هذا فطيره مو بيتزا، بس شكلها زي البيتزا. الحمد لله تعشينا كل شيء، كل شيء تمام ما شاء الله. الاصناف اللهم ايش، في مشكله في توازن الملوحه في بعض الاصناف، فبلغتهم بالشيء ده وان شاء الله حيعدلوا فيه. اما غير كده كجوده الطعام والمكان ما يحتاج، ان شاء الله زوروا المكان. طبعا لا ننسى نشكر كابتن رؤوف. يا هلا والله. طيب في شيء لفت انتباهي اللي هو البطاقه. البطاقه هذه عباره عن تكتب انطباعك عن المطعم، عن الاكل، عن الجوده، كل شيء هنا تكتبه. يعني بعد ما تخلص من هنا اعطيهم تجربتك عشان ايش يتطور اكثر وياخذوا بملاحظاتك. يا هلا والله. طيب معنا اخونا تامر مدير المطعم، اعطيته الملاحظات اللي هي بس مساله الملح. وايش حاب تقول؟ ان شاء الله باذن الله تشرفونا، وان شاء الله كل حاجه تبقى تمام، ونغير موضوع الملوحه ده ونظبطه ان شاء الله. هي بسيطه جدا بس هي توازن لا اكثر. يعطيكم العافيه. يعطيكم العافيه يا شباب. شكرا لكم. كل التفاصيل اللي تحتاجونها عن المطعم تلاقوه في الوصف تحت. اتمنى اني قدرت اسوي لكم تغطيه نالت على اعجابكم وكانت تجربه جميله. ان شاء الله لا يفوتكم المطعم جديد، وجربوه ان شاء الله يعجبكم. واقول لكم سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وكن مبتسما دائما في امان الله. نمضي على سنن الهدى وعن المبادئ لا نميل، بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل.